اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما شفنا قبل الفاصل كان البطولة القاهره طبعا دي كده ثلاث بطولات في كره السله دخلوا النادي الاهلي. البطوله الاولى طبعا رجال القاهره بطوله عربيه وسيدات امبارح كان يعني او ختمها مسك زي ما بيقولوا ببطوله القاهره. ولكن الخبر اللي احنا قلناه طبعا اصابه ثريا محمد الحقيقه الخبر ده اكيد طبعا يعني زعلنا كلنا، ولكن كان لازم تبقى معانا ثريا عشان نطمن عليها. ازيك يا ثريا؟ ثريا ازيك؟ الحمد لله كويسة. ألف مليون سلامة عليكي ومش عايزينك تزعلي، إن شاء الله بإذن الله كلها يعني أيام وأسابيع وترجعي بالسلامة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله، الله يكرمكم فيه. لا مفيش حاجة، طب طمنينا قولي لنا إيه اللي حصل إمبارح، يعني بعد ما وقعتي إيه اللي حصل؟ رحتي فين؟ إحنا عرفنا إن رحتي عملتي أشعة، يعني طمنينا عرفتي إزاي الإصابة يا ثريا. هو أنا إمبارح المفروض كنت في الماتش، كان في الشوط الثالث وكنت رايحة هجمة بجري يعني أنا وعليا اتنين من لعيبة الجزيرة. فكنت رايحه باسكت وكان ورايا فريده واقف معايا في الفرقه ومحترفه الجزيره زقت فريده، ففريده وانا في الهواء احنا الاثنين زقينا على بعض يعني. فانا وقعت على فريده فحسيت طبعا ركبتي لفت في الهواء وحسيتها في وقتها، يعني انا ما اعرفش احساس الرباط الصليبي ايه، بس انا حسيت في وقتها ان ركبتي مش طبيعيه. وفضلت مثلا نص ساعه ولا حاجه قاعده بتحرك ولا عارفه اعمل اي حاجه، بلعب حتى واقف. وبعدها خلصنا الماتش الاسعاف جاتلي، طلعت على المستشفى وعملت رنين وعملت اشعه، الحمد لله العظم ما فيهوش حاجه، بس رنين لسه ما خدتش حتى ريبورت لحد دلوقتي. بس الدكتور في يعني امبارح قال لي ان انا عندي نتشه في الغضروف وعندي جزع في صليبي، بس النهارده الصبح رحت بتاكد يعني من الاصابه وكده وعرفت ان انا عندي قطع كلي في صليبي. انا الف سلامه عليك، انا مش عايزك تزعلي ولا حاجه، يعني الحمد لله على كل شيء وانت مؤمنه طبعا. ودي يعني الصليبي يعني بقى حاجه بسيطه، خمس ست شهور بتكوني في الملعب، انت اكيد عارفه الكلام ده. اكيد ان شاء الله نرجع على طول. طب امتى ممكن تعملي العمليه؟ هل تحدد ميعاد؟ هل قالوا لك مثلا لا اصبري شويه لما الارتشاح يقل؟ يعني طمنينا برضو هتبتدي امتى ان شاء الله تعملي العمليه؟ والله يعني انا مشكله ان انا دلوقتي رجلي ورمه، فمستنيه بس الورم يقل شويه وهنحدد ميعاد العمليه على طول ان شاء الله. هتعمليها جوه في مصر هنا ثريا مش كده؟ لحد دلوقتي ان شاء الله. وهو طبعا اكيد كل ما العمليه بتبقى بدري اكيد ده بيبقى بنكسب وقت، خاصه ان شاء الله الموسم طويل، اكيد هتلحقي يا ثريا يعني. يا رب ان شاء الله. الف مليون سلامه عليكي، ولا يهمك، انت قدها وقدود، ويعني ان شاء الله ستظلي دائما ابدا يعني ان شاء الله من افضل لاعبات مصر وافريقيا يا ثريا، ولا يهمك. ربنا يخليك، الله يسلمك، ميرسي جدا ليك. لا مفيش حاجه، ونطمن عليك يا ثريا، شكرا جزيلا. نجمه منتخب مصر ونادي الاهلي ثريا محمد، طبعا زي ما قلت لحضراتكم اتعرضت لاصابه امبارح رباط صليبي، ولكن ثريا من اللاعبات اللي عندها عزيمه قويه وعندها اراده وان شاء الله هترجع. وخليكم فاكرين كلمتي دي، ان شاء الله عندها اراده، واللعيب مش بس ارادته بتبان في الملعب، بتبان في وقت الاصابه كمان، انه يرجع بسرعه ويرجع باحسن حال. ثريا انا الايام بيني وبينكم اهم، ان شاء الله الايام هتثبت ان ثريا ايضا في الاصابه تستطيع ان تتحداها وترجع افضل من الاول 100 مره. الف سلام عليكي يا ثريا.